رايكم في اهلا بكم في اهلا بكم في سوريا يمن موريتانيا فاسد سوريا العراق اهلا وسهلا بكم اهلا بكم في البشير شو انا تاريخ اهلا بكم في البشير شو اهلا بكم في البشير شو انا جديد اهلا بكم البشير شو البشير شو اهلا بكم اهلا بكم في بشير شو اهلا بكم البشير شو اهلا بكم في البشير شو من الهند هريان اهلا بكم في البشير شو 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 انا كيك بوكس اهلا بكم في البشير شو انا دارس من مدينه مانهايم المانيا مرحبا بكم البشير شو من روسيا الاتحاديه جامعه ساراتوف كليه الهندسه اهلا بكم في البشير شو شكرا. اهلا بكم بالحلقه الاخيره من البشير شو اكس. كذب من الفرحه هاي. اليوم الحلقه الاخيره من بشير شو اكس، ومثل ما قلت لكم انه الحلقه اللي فاتت هي كانت الحلقه الاخيره باستاذ البرنامج الطبيعي اللي هو نطلع احنا ونصنف على الاخبار والأشياء اللي صارت بالأسبوع الفات. هذه الحلقة راح تكون حلقة مجرد تعريفية بالكادر، لقاءات ويانا، استلمنا أسئلتكم راح نجاوب عليها، راح نحاول قدر الإمكان نغطي أغلب الأسئلة اللي جتنا من خلال السوشيال ميديا على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو على تويتر. اللي تقدرون تطلعوا هنا اللي طلعوا هنا طلعوهن يلا أوكي هنا تقدرون تشوفون البشير شو أكس كل جمعة، مو كل جمعة يعني الساعة 9 على قناة الدي دبليو عربية اللي هي نفسها دويتشا فيلا بالمناسبة، مو اسمها دويتشا فيلا، اسمها دويتشا فيلا. تقدرون أيضا ترسلوا لنا رسائلكم اللي ما راح نقراها لأنه راح نكون معطلين، وتقدرون أيضا تدزونا دائما المواضيع اللي ما راح نحكي بيها، راح نكون باي باي موجودين أصلا على السوشيال ميديا. فاليوم أنا حاب أشكر كل الجمهور وكل من ساعد بهذا الموسم. ربما أشياء كثيرة ما صارت لولا وجودكم انتم، لولا دعمكم ايضا. الضغط اللي سويتوه بقضايا كثيره ساهم بتصحيح هوايه امور بالبلد، سواء من خلال تفاعلكم، سواء من خلال الضغط بنفس الموضوع اللي نطرحه، سواء من خلال مجرد دعمكم لنا. شكرا جزيلا لكم، تحيه لكم، تحيه كبيره لكم. وايضا اريد اشكر كل واحد ساعدني بهذا السنة. الهواية أسماء ساعدتني صراحة، أسماء مهمة ساعدتني هاي السنة. تحية كبيرة لصهيب السامر الشاعر، ساعدنا هواية بهاي السنة. تحية كبيرة للشاعر اللي ما أقدر أقول اسمه، قل لي تقول اسمي، شكرا جزيلا. هواية ناس وقفونا، وهواية ناس كانوا موجودين بظهرنا، سواء محامين، سواء شعراء، سواء كتاب، سواء ناشطين على السوشيال ميديا. شكرا جزيلا لكم كلكم. أني أريد أشكر الكادر اللي كانوا وياي بهاي السنة. فنبلش بالكادر من وراء الكواليس، الشخص اللولب مع البرنامج كله اللي لولا ما كان صارت هاي السنة، عمر. تحية كبيرة لعمر. عمر تقريبا كان شال الشغل كله، فأنا أريد أشكره شخصيا، وأتمنى يعني أنتم تشكرون. أيضا عندنا وراء الكواليس فريد، اللي ما يقدر اقول، ما اريد اقول اسمه فريد. والشخص اللي واقف بظهري انا يعني شخصيا، واللي خلاني اكمل هاي السنه، تحيه كبيره له واقول له ممنون جدا، لولاك ما كان استمريت والله. اريد ابلش بالشباب اللي ويانا. نبلش بقائد الريسيرش، زعيم الريسيرش الاوحد، علاء العامر. هذا يما كل التشخصات هو وربا طلعوهن وحده وحده. تفضل استريح، جايتك هواي اسئله اليوم. كادر الكتابة أيمن، شو اسمه هذا؟ أيمن شنو؟ أيمن شنو؟ والله صدق ها؟ العلامي أيمن صحافة.
ايمن شنو انت؟ تعال تعال ايمن شنو؟ ايموني. ها ايموني. تعال تعال بدنا نحكي. ايش بيك؟ اكيد. ايمن احد كتاب البرنامج، هسه راح نعرف منه هواي سوالف، واحد الممثلين بالبرنامج، هواي ساعدنا بهاي السنه. شد ما ساعدت شنو هاي السنه؟ مجاملات. يلا استريح. سائر شعيب تعال. هلا فقوري حبيبي. شلونك اخويا؟ الحمد لله حبيبي. الله يسلمك. ثائر احد ابرز الممثلين بالبرنامج، السنه هاي سوى نقله كبيره جدا بعمله. ثائر كان انت طبيب؟ اي. ثائر شو مخلص دراسه؟ هسه راح نسالك. روح اشتري بدور. انضمت ويانا هاي السنه بهاي البرنامج، كانت ممثله جيده جدا. شكرا جزيلا. استريحي. الشخص اللي كان ايضا واحد من المحركين مهمين جدا بالبرنامج، الجير الاوتوماتيك كان مال البرنامج، عثمان. عثمان والملقب، تعال عثمان الملقب بابو عقرب. هسه نعرف قصه ابو عقرب. خلاص يلا اوكي. ايضا مصطفى الغريب. حبيبي شلونك؟ شلون صحه؟ الله يسلمك. شلون امورك؟ الله يخليك. مصطفى ايضا كان احد العناصر المهمه بهذا السنه. شكرا جزيلا مصطفى. استريح روح لبيتكم. الشخص اللي هذا هيك خطيه والله العظيم، لو ما هو ثلاث ارباع الاشياء، هذا ما تشوفوه هذاك ما تشوفوه، حمزه. هذا صح باوع، بس هو الله يشهد. يعني والله العظيم سابع شاغول. استريح حمزاوي حبيبي. الجرافيك ديزاينر مال البرنامج الخاص بالبرنامج اللي يتنمر علي بهاي الصور اللي يخليها مننا واللي يسوي هاي الصور البرنامج، هشام. لا اسمعوا بس هشام الجرافيك ديزاينر مال البرنامج. وايضا عندنا اخر واحد اللي هو، يلا كمل الحلقه انا اوفى هذا. ما تدخل علي البصراوي. وايضا بعض الاسماء اللي مو موجوده وما راح تطلع ويانا اليوم، اروى. تحيه كبيره لاروى. انسام. رباح. الحاضر الغائب. منو بعد عندنا؟ ليث. واحمد فوزي. وابو محمد طبعا، ابو محمد الكبير. احمد سيف. احمد سيف مدير التصوير. شقاقي واسيد وحريز وعامر مهدي. هاي خلص. لا بس عامر صفقتين بس. وعمر. عمر يلا عمر ما يخالف كافي هذا. وايضا عادي الدعجه محبوب الجماهير. عادي الكل هنا يحبوه صح؟ ولا واحد يحبه هنا اللي ورا يشرون لي يسوي لي هيك. والله ما له علاقه. عادي اذا تحبوه صفقوا. باو عاد خلصني. وهكذا وصلنا واياكم الى نهايه هذا الموسم. برنامج سياسي ساخر يعمل فيه مجموعه من الشباب يدعون الجراه ولكنهم كذابين متورطين ما يقدرون يرجعون للعراق. لنرى واياكم كيف يعمل هذا الفريق. I'm still get grungy, dreadlocks still oozy. Nothing but G's round here, so Gucci. باعتبارك واحد من اقدم الريسيرش هنا بالبرنامج. اشكرك رحم الله والديك. ايش قد وزنك؟ شلون تشتغلون انتم هنا بهذا القسم؟ اوكي هسه احنا تقريبا مغطين كل القنوات العراقيه، احداث الاسبوع كلها بشكل عام يعني ناخذها مثلا كمرشحين كسوالف، هاي كلها الاخبار. زين نور الزين شعلي ليش تحجون عليه؟ مو انا احكي عليه صحيح. اي والله فريق الكتاب ذولا ما يستحون. اي ما يستحون والله. شلون بعد تمشي الامور؟ طريقه الشغل انه مثلا نتفق على المواضيع، مثلا هذا موضوع اسبوعي ناخذه، ناخذ تفاصيل، طلع يم فلان طلع يم فلان بالقنوات العراقيه غطته ذاك الوقت ويا السيجمنت نتفق. مثلا يابا اكو هيك فلان موضوع يقول اوكي خذوا لي عليه فلان شي فلان شي يم عمر، وهيك تتحدد اليه المواضيع. واول خطوه بالبرنامج هو الريسيرش،
التفريغ، الأحداث كلها يمنا. أوكي، التعاون بيناتكم شلون يمشي كتيم؟ كل تعاون ماكو. نتسابق إحنا بيناتنا عاون نطلع الحدث الأقوى. صراحة بقى يم السجمنت يعني من يجي مثلاً فد ألف فيديو وبعد يم ما يصفي. أنت يعني حتى قبلي أنا بالبرنامج كلش قديم وقبل هواية شباب. خلحتي؟ بعدك سب سنة صار قبل أحمد. خلحتي؟ ليش بتسوي دايت؟ والله كل ما أسوي أنعزم. كل ما اسوي انعزم فاني ايش يعني؟ لا اله ما عندي فضول اخي اسالني خلاص انا قالوا لي اسئله وها يلا يلا بعد ما لي علاقه نشاقه بيناتنا شكرا على مرات ندخل بالكتابه من سولف وياهم شيء نزعجهم اي بعد اسالني فد شغله الاخ يعني انا حاولت اسرج مثلا اجيب مقطع فد 45 دقيقه كلش مو من السيات السابق مال نائب رئيس الجمهوريه ونائب رئيس الوزراء وهاي كليتنا هو كلش نائب نور المالكي وتقعد ساعه كامله مثلا تتفرج عليه هيك هو وده يحكي جسوا بحياتك كثر التسريج لازم تتعلم انت اذا اول يعني اول مره تسرج وتلزمه وتباع لا تنتهي بس احنا صار شيء طبيعي يعني نلزم السياسي نسمع مثلا 20 دقيقة عادي نقوم ناكل. لا اله الا الله. والله لازم تسوي لنا حركة، إذا تسمع 45 دقيقة كاملة لا. زين. أحد من شباب الريسيرت صارت له أعراض جانبية لأن دا يتابع سياسيين بطريقة كلش طويلة. إي والله. شنو الأعراض؟ عثمان خطية. عثمان، أوكي، صار بي عثمان. والله ما كل ما تشوفه شعره منتول خطية. لا اله الا الله. والله يسمع قناة آفاق. أوكي. يسرج 24 سنة. منو الشخص اللي سرج العهد؟ والله أتحفظ عن ذكر الاسم. عنوانه؟ هو واحدة مو واحد يعني واحدة أيوة. لا إله إلا الله أوكي أيه. مني آسف ما أقدر أقول الاسم مني سرج قناة الاتجاه مال كتاب هو عامر اللي سرجها بس أو لا مو عامر يا معود ثائر يسرجها صار لي 104 حلقة أوكي يعني تخيل 104 حلقة تسمع فيديوهات يعني أكيد راح يصيرون جزء من حياتك هسه أنا أموت عليهم أحبهم من يطلع مثلا سياسي طلع اليوم يمي فلان عادي سرج يعني جزء من حياتي Me and my guys too groovy. I mean, still get grungy. Dreadlocks little Uzi. يعني أنت اللي تسرج الاتجاه. أي. أنت اللي هي تابعة للكتاب. أي يعني سرج. أنت منين؟ عامر كريسيرتش كلش قديم. شنو تسريحتك المفضلة؟ يعني تعبت الأسئلة كلها تسألني هذا السؤال. ليش شبيها شيء؟ تسريحتي إيش؟ ليش؟ يا تسريحة ولا؟ وكان ما مشط بسفنجة. احكي لي شنو مشاكلك بالشغل؟ مشاكل الشغل وماكو شغل اذا ما في مشاكل بصراحه. لا والله بس كان اصور شديد يسوي لا ترفع هذا حي قوي شعري مخبط لا خليه احكي لي عن قناة دجلة جيت على الجرح هو جرح بس يلا من القنوات المفضله عندي ليش؟ يعني قناه بصراحه دسمه يطلع منها شغل عمر شنو موهبتك غير الريسيرش؟ احسن معك شيء انت ما سامعه. يعني ايش قد هنا احنا قاعدين وغيرها ما سامعها ابدا يعني. كذاب دول ابن الوكيت بمحبته. ايه نرجع لحمزه. أيه. ليش مسوي مشاكل وياك بالشغل؟ حمزه اذا يجي ضايج من البيت متعقد عيونه هنا صار براسه ماكو ايه يفرغ طاقته بي. شنو عيوبه حمزه؟ حمزه عيوبه ما عنده عيوب لا ليش ضحك تضحك خبيثا على البليس شلون يصير التعاون هنا التيم ورك داخل تيم الريسيرش عندنا تدري احنا كنا تيم يعني فاتك معلومه بحياتك ما سامعها طبعا مثل اغنيه شطاب زين يعني شلون تقول نصب كل طاقتنا في سبيل نطلع موضوع لا تتدخل كعائلة نعم يعني عندنا مثلا يكون اكو حدث يعني فتشوفنا كنا واحد يتعاون لك اشطلع عليك انت تشطلع عليك تشطلع عليك انت كذا كذاب دول ابن الوكيد من تدري كذاب عشان سنة حبته me and my guys too groovy I'm still get grungy dreadlocks little Uzi يلا ايمن الاسئله يمك تفضل انت الاسئله اللي جمعت لنا اياها فاجئنا بالمناسبه الاسئله ما قريناها بس للعلم حتى نتفاجئ بس ويعرفها يلا شبيك نزلتكم يا ابو خاص والله ما قريتها انا والله ما قريت والله انا عمود لا ارتبك اي يلا روح بسم الله الرحمن الرحيم سالفه اندريه سالفه معقده
سالفه معقده والله. صحيح. يعني هو اكو فتحه بالميز و المجال مال الكرسي، وهاي الفتحه اكو دقمه يدوسها احمد دائما فيطلعون من جوه، هم يكونون متواجدين يعني عادي. هي الغرامه مصعد، مصعد حاطين؟ لا مو مصعد. هم قايلين لي؟ لا لا مو مو لحظه شغله بيها صرف. اي بس يعني ضروريه نحتاجها. وينه؟ بعناه. لا هاي ضميناها هسه هم بينها. طبعا هو اللي اقترح منا احمد. برد بصوت شوي يعني. الله لا يوفقك ان شاء الله. ايش رايك تورطني؟ مو عضو صار نائب. هو يمثل هاي الطوط. يعني مثل قلة الادب قصدك؟ يعني تقدر تقول هيك شيء. احمد كل سهل بالقعده. يعني بس قول هو قاعد. شلون بس قاعد هو. اح من احمد؟ اح من احمد. يعني بزعل اكمل. احمد فد 66 الف مره اقول احمد ما يقعد. وإذا قاعد قال ها يرجع ينام. سر واحد أعرف بيه ها أكو تدخلات خارجية برات، أسوي تدخلات خارجية ودي يقعد، يعني تليفون شيء ودي يقعد. وأول شرط بدي يقعد كلمة سرك وبيني وبيني قهوة. خلص قاعد هو، من قال قهوة قاعد. لا مو هيك. طقني بقهوة. طقني بقهوة. من يقول طقني بقهوة خلص قاعد يعني. بس عند أحمد ها يرجع عادي. قلة نوم يعني صراحة الخميس. بس يوم ايه جمعة سبت احد اثنين ثلاثة اربعة هم قلت نوم. قلت نوم. ليش يا لا سامح الله راح تستعدل. شوف بقى هذا السؤال يراد له استعماق بالجواب، عمق بالجواب. فانا راح افضل انه اجاوبه بكلمتين. الله كريم. يا با شوف على المستوى الشخصي لو على المستوى العمل. الشخصي اكيد. على المستوى الشخصي ما اعرفها صراحه. مهني. مايك مايك. هذا السؤال يوجه على دوخه. شنو شنو رايك بميا ميا خليفه على المستوى المهني؟ والله يعني شو اقول لك، واحد ما اقدر اقدر اقول يعني. اوكي يعني بابا حقيقه الامراه تؤدي واجبها بكل تفاني. الله يشهد. اعتقد احنا اوريدي عندنا جمهوريه البشير. يعني مو يعني اوريدي على الواقع هي موجوده على ارض الواقع، بس يرادنا مصادر ان شاء الله نفط على حدود على دستور ونتوكل بالله ان شاء الله ما ضل شيء. فيجوز السنه الجايه نسويها. استخدم قبل النوم. كل الشباب يعرفون شنو. با هذه يوميه قبل النوم يحط الكريم على مبدا قراتب ممكن يستلم. والله مثلا حمودي الله يذكره بالخير، حمودي ما مشتاقي لك صراحه. ليوثي ما مشتاقي لك صراحة. ربوحة مشتاقي لك صراحة. فطومة شخصية افتراضية يعني بس. إيش لابسة؟ إحنا كل التمرد نعرف صراحة. ما عرفت إيش لابسة. ما عادها إنترنت. أنا حزين لأنه فطومة ما عادها فايبر. ومن فطومة؟ فطومة شخصية افتراضية يعني بس. إيش لابسة؟ إحنا كل التمرد نعرف صراحة. ما عرفت إيش لابسة. ما عندها انترنت. شنو لا هي اكو مشكله حقيقيه بهذا الموضوع ترى. الفايبر هسه ماكو بالعراق. اي ما اقدر احكي فيها. فايبر ماكو بالعراق وهاي مشكله حقيقيه صراحه يعاني من عندها الناس، انه ما شركات الاتصال ما اعرف ليش قطعوا على العالم. احنا نعرف انه هو وسيله الاتصال الوحيده اللي موجوده تقريبا بين اغلب الناس اللي جوا برا. ف نعرف انه الشياب متعلمين على الفايبر وما يعرف ينزل غير ابلكيشن لو تقلب الدنيا يا دوب تعلم عليه. فبرد نفتهم صدق والله ليش قاطعي، لانه هوايه اكو صارت رجتنا رسائل وناس تحكي ويقول لك يا ابو الفايبر مشكله. هيك موضوع كبير الظاهر والله مو شغل. بدهم يسووا فلوس. إيه فلوس تجاره شركات الاتصالات تاخذ فلوس. صارت شطيت المايك. فوالله صدق والله نتمنى ينحل هذا الموضوع مال فايبر، لانه يمكن هو وسيله التواصل الوحيده بين الجوه والبره.
شركات الاتصالات شوي هلا هلا بالعالم. هن 13 ساعه يحكون باليوم العالم. Me and my guys too groovy. And we still get grungy. Dreadlocks still oozy. Sound speed, sound one. Alo, 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 test, test. زين بس البس هذا اقول لك شغله. شغله. عادي الاديتر والمخرج منفذ وش تسوي بعد شو تسوي؟ مهندس صوت واسوي قهوه وشاي مرات باعتبارك. بعدين تخلص. صدق لحظه عندي نقطه مهمه. دام 24 ساعه ماكل راسنا يكون شوفك قاعد شغال يجي عاد شوي وقت تخلص عاد شوي وقت تخلص عاد شوي وقت ترى كلها تلعب الا هاني ترى انت أحمد. عندك تيم انت عندك تيم ببجي كامل ايمن أوكي. وكل الشباب تلعب هشام يلعب ببجي ترى وفضح حاله انت مش يلعب هاي لا فضح حاله يا جماعه بيوم من الايام كان عندنا شغل وهيك ومحتاجين نسلم الحلقه فهشام راح ننزل سكرين شوت على على على, على الانستغرام لا ويقول لك نمبر 1 ريتك نمبر 1 بشغلك يا ريتك نمبر 1 بالصور باعتبارك مخرج منفذ ومهندس صوت واديتر اديتر وهواي اشياء ليش ما تلقى حل التساقط الشعر عندك شلون طبيعه الشغل بتاعتكم القسم ال... يا الله هسه شوف الريسيرش يخلص شغله والشباب يبدون الكتابه احنا نيجي بعد الكتابه اوكي هسه الشباب تكتب وتخترع وتشيل وتنزل وتحط اوكي احنا القسم تبعنا المفروض يترجم كل هاي الشغلات اللي بدها تصير انت عاده احنا بنصور دائما المفروض احنا نصور اربعاء كانت هذا المخطط اول سنه نصور اربعاء عشان الخميس نشتغل الجمعه تكون الحلقه جاهزه بس احنا احنا لا احنا نصور الخميس بنشتغل مع كل الاقسام بس تنسى احنا بخصوص الحلقه هسه بدنا نطلع لنتونس وين عثمان بوصلوا اربع فيرجنات من النص فاربع مرات بعيد شغله يعني تيموان يدزه وبعدين عمر انت تدزه بعدين عمر يجي بعدين احمد يجي بعدين لا تكتشف انه احنا صب غير حلقه في عندنا كمان بنفس الوقت هشام بكون شغال على الصور شغال على الببجي لكن شغال على الببجي يشتغل ايش انت مو يعني ما تحاكي انت مو اكبر منه بالعمر والله شوف في شغلات خلص لازم تاخذها مسلمات في الدنيا هشام احدها يعني كي. شغلات تقدر عليها شغلات بس رغم هذا هو اللي يسوي هاي الصور تطلع بالحلقه وهو اللي دا يشتغلها فهو دا يشتغل احسن منك وعلى الاقل ما دا يطلع الالعاب اللي تلعبها حبيبي بس شد حالك بالببجي اوكي اوكي باعتبارك مخرج منفذ ليش تكره عمر حبيب ليش اكره عمر حبيب اسمع الشغل مش كره عمر ما بكره عمر حبيب مو ممثل ليش تكره عمر حبيب ما بكره ما بكرهش ممثل ما حكاك بس عمر بحب ضوجه عمر يا اخي من الضوجه يا اخي تستمتع انت فاهم علي مثلا يجي لك الصبح نكون مسلمين الحلقه فجاه يقول يي خرب الصوت عمر يي انت فاهم علي يشوف وجهه بده يفشر بس مش قادر يفشر تعرف هذا الشو خصوصا لما نكون بين الناس يعني الاخراج توصلنا السكريبتات من الكتاب برضو توصلنا متاخر كالعاده دائما او يا بتوصلنا مش بكامل او هاي صوت عمر ايش دخل عمر انا بمسك انا التجهيز للسيت اب بقطع يعني في شيء نسميه ستوري بورد ستوري بورد نقسم الهاي مع الدي او بي احمد سيف انه كيف نصور المشاهد كيف ناخذها وبعدين بكون مرات انا الدايركتنج انا اللي بحكي مثلا كيف الممثلين يقومون بالتمثيل اثناء السكتشات فقط زين سؤال شنو شعورك لما تكون مخرج منفذ على سكتش يتضمن مصطفى وثائر شباب عنده يعني تعطي اداءات ممتازه يعني وهي هالشغلات بس هي بصفي في عندك الشغلات اللي انت بدك تطلع احسن اداء او انت بتكون عندك عين المشاهد هاي بسموها وانت عندك العين النهائيه بدك تشوف احسن اداء يطلع فهي هاي الفكره اما التالنت يعني هي بصفي الشغله تمثيل واخراج وهي كله متصل مع بعضه ما في انه مخرج المخرج الواوفة عشان هيك الشغل لا في الممثل اللي دخل هاي كله سؤال انا صار لي موسم يعني بهذا البرنامج كل ما نطلع نصور سكتش تقول ما في عندنا وقت امتى بيصير عندنا وقت سؤال والله جدي وعمر ما كان عنده وقت يا ايمن للاسف يعني عثمان البشير انت مواليد يا شهر عثمان البشير انت ايش تسوي هنا انت مو كنت بالريسيرش هاي مطفيها هي شو اسمه على اساس تقعد يسوي الحلقه 22 حبيبي احنا 26 هو عادي راح يسويها بعدين اوكي تم عليك عثمان البشير ريسيرش و اديتر ايضا احكي لي شلون شغلك هنا اول شيء الفيديوهات مال الحلقه الموجوده بالحلقه اللي تطلع هاي لازم نسويها هاي من ناحيه قسم المونتاج اوكي الفيديوهات اللي تطلع بالحلقه ايه. انت تعدتها نرتبها نضبطها حتى نلحق نعرضها بال
بالست اثناء التصوير حتى الجمهور الموجود يعرف شنو عن شنو بدنا نحكي وهيك. زي السؤال بس احنا نكمل كتابه ادري ويبقى ونسلمكم شلون تلحق قبل 50 دقيقه. اكو عندك شغلات يعني المكسات اللي اغلب الناس يشوفوها 20 فيديو، من كل فيديو ناخذ منه كلمتين او ثلاثه، وكل فيديو عباره عن ساعه ساعه ونص، لازم فنقعد لازم نسمع نشوف وين بالضبط ونقطعها ونخليها حتى تصير فيديو واحد. فهاي هنا المعاناه هنا اثناء هاي ال 50 دقيقه كل شويه طب عمر عليك ها بشر وين عمر هسه سلمتنا حلقه اطلع اطلع يا مود اللحق اضل يمنا اطلع هم عمر حبيب هم عمر يعني هو مو سبب لا لا مو سبب لا عمر حبيب سبب التاخير الكل لا لا يعني قليل لحظه يا جماعه هذا الشخص اللي سرج قناه افات خبع شعره هذا الدليل هشام انت اللي تحط الصور بالحلقه اي شكرا جزيلا ننتقل للموضوع هشام يا جماعه هو اللي يصمم الصور هو مصمم الظاهر جاي يصمم هنا هسه دليل على ان احنا شركه وبرنامج تكنوقراط عندنا المصمم مال صور الدكتور حبيبي بعدك ما صار الدكتور لا بعدني نص دكتور لا جابك على الفوتوشوب حظي لك شر ايش يعني هشام ما فرحان يشتغل ويانا راح تفرح اذا صار عندك تساقط شعر بيدك لا وليش تحب تصمم صور على احمد هو الشغله بالتصميم اول شيء انا انتظر السكريبت يوصلني طبعا السكريبت مرات يوصل متاخر والله بالله المشكله بالكتابه يتاخرون تخيل مرات يوصلني سكريبت بثلاثة الفجر من يوم الخميس يعني فعليا ما عندي بس اقل من يوم اصمم بيه الصور اللي تتجاوز ال 150 صوره واصمم حسب كلام احمد شوف مثلا احمد يقول انا لازم علم العراق مثلا انت طلع على افكار ما الصور هو حسب كلام احمد ومرات افكار من يمي ومرات الشباب يساعدوني تمثيل لا لاعب لاعب مطرب لاعب لاعب كره قدم شوف هي الملامح كانت تشابه في سكتش من السكتشات ومشت الشيخ 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 اول سؤال انت اخو انت اخو احمد هذا يعني الرئيسي بعدها شنو شخصيه احمد بالبيت شلون يتعامل احمد بالبيت يعني ما اعرف شنو اجاوب يعني عن هيك ما تحكي من الاسرار لا ما يعني ما اعرف شلون اجاوب يعني شنو الجواب يكون يعني شنو شخصيه احمد بالبيت حازم وصارم كاريزما وشجاع ويضحك 24 ساعه ضحكنا دائما خطير والله موتنا ضحك نفس بالتلفزيون بالضبط بالضبط لان انا مو ممثل واكو ممثلين يعني اوكي ريسيرش ومونتير لا حلو الشغل ويا الكادر بس اكيد بيصعبه ما دام اكو رمان وثائر يعني يعني اصعب موقف ويا ثائر مثلا من كان لابس الحجاب وقاعد قدامي وعندنا سكتش لازم نخلص السكتش وثائر لا وحاط هاي استطله مال لبنيتي ويحكي وياي بيو رمان ويا له بدون رمان ويا الرمان له بدون رمان انا يمكن 168 69 هوايه من رجال الدين ما ننتقدهم بصوره مباشره اكوش كم اسم رجال الدين بالعراق هم نجيهم مو من نجيهم يعني بس لما حلم من بعيد فتقدر تشيك تشانل مال يوتيوب وقول للشخص هذا وتشوف منو اكو بالعراق ما حكينا عليه مجرد يمكن شخصيتين دينيه جدا لها قدسيه ورمزيه عند العراقيين فعاي فيها يعني احتراما لمشاعر الناس اي صدق بس مو قويه جتي ايه نص ونص متندم لان مو قويه اي كلش متندم اتمنى انت انكف اختار واي واي خمسة يمكن مدر ستة كفخات كفخات اي كلي حب نفسي اشك شك لا كذب مواظب بالدوام اي صحيح مواظب مواظب بس هاي مو صفة بنفسك ها لا صفة مو صفة بنفسك والله يعني شو تحب مثلا كريم تصرف على اصدقائك تعزمهم من المدد بس ما لا لا دا مصطفى اوكي رمان اوكي اصير هاشتاج رقم واحد او اثنين على العراق بالببجي حاليا دا امشي على هذا المشروع هذا الطموح بصراحه هي صعبه يعني هذا البيدك يعني مو سهله
تحصيلي الدراسي أنا وصلت مرحلة رابعة كلية التربية قسم لغة عربية، بس ما قدرت أكمل، صار تهديد وما أدري إيش. والله العظيم توصل الأخير طب. والله. والله ساعة أكيد فقر. تهددت وطلعت ها هي. يعني نتمنى إنه تكون أكو قناة تعرض برامج مرتبة كلش وفتشي راقية، يعني حتى واحد يكون بيها يقول إنه أنا أشتغل في قناة ويفتخر بيها. أكثر صفة أكرهها بأحمد مثل ما قلنا خطية، هو خوش ولد، بس كلش أكره بيه التأخير مالته مال الحلقة، يعني أكون ميتة جوع وانتظره يجي حتى يكمل الحلقة ويطلع. ها مو صفة شخصية. لا صفة. مو صفة شخصية. يعني أنت بس تنام. لا يصير بسمن هذا المرسم على سترون. هاي الصراحة. كنا كذب عليه. احمد بشير حقنه مبدئيا. لا لا بعد ما له مو بقلبي ضاله. لا لا اصبر كنت اطلعها بدل ما بالي. اصبر اوكي. بالنسبه لك منو اكثر شخص مزعج بين الكادر؟ احمد بشير. والله والله مو شق، ايش بيك؟ هذا شيء يعني ما تعرفه، الصبح شيء شخصيه، بالليل شخصيه، اذا جاء شخصيه، اذا منايم شخصيه، شخص ثاني يعني هو يضحك هسه. الله يعلم شنو بقلبه عليك. بس My guy's too groovy. I mean, still get grungy. Dreadlocks, little Uzi. Sound speed, sound five. لو أنا تقدر تطلع البشير شو أحسن كابتن؟ مو لا طلع حديقة. شو بيك زعلان؟ وأنت طالع. طالع معرض السيارات. هاي جاهز بعمارة حلوة بينهم. عشان مبينين. يا الله. اسم الممثلين. ثائر. أوكي. أوكي شو؟ شنو أعمق شيء تفكر به؟ لكل. نسأل علاء باعتبار سمين. سمين اني؟ لا اوكي سمين عادي. طبعا انت ما تقدر تسأل عادي عادي هم سمين. لا احمد سيف شوية بالمونتاج. اوكي خل نبدي لقاءات ويا الشباب ونسأل علي البصراوي لونك المفضل شنو علاء؟ الاسود. شلون طبيعة شغلكم هنا؟ انا هم وياكم. شلون طبيعه شغلنا؟ عاده جاب مره ثانيه هسه هنا انت مو طبيعه شغلنا عاده. انا حكيت بروسيا. شوف حبيبي انا اقول لكم يا بالعدله سوى الناس ما تدري اكيد. لو ما انا ماكو برنامج بشير شو. هاي الناس كلها تعرفها وتعترف بي. يلا صار كذب يلا شباب. زين خلال 3 ثواني جاوب كم سكتش طالع؟ واحد. لا يا ولد يا ولد خلنا نحكي جديات باعتبار احنا تيم التالنت هنا الموهوبين. خلينا نغني شو تقولون؟ يلا تشل تشل على الرمان. فوبيا عنده فوبيا من الرمان. لا بالعكس العفو انت هذا بياكسم. لا انا بالرسيرش بس جيت انتقالي ولد ممكن انت بالرسيرش ما شايفك انتقلت ويا مو يعني بس على من نفسي. اوكي زين نسال على البصراوي عادي؟ عادي يسألونك ولا كات. اوكي عندي سؤال لحضرتك حبيبي. شنو لونك المفضل ثائر؟ ننكتب سكتش وعلى مود يتحدد موعد التصوير شو تسوي؟ نسوي اول شيء شنو هاي؟ اول شيء نحفظ برافو. المشهد بعدين برافات تحفظون. انا صراحه صدم الحفظ الوحيد بربع ساعه. عندي مشكله بال نصوص ما احفظهم ما احب احفظهم. خادمونا يا بغداد ترتجل بس على الفكره. على الفكره اخذ الفكره وامشي عليها. لما نكتب سكتش احنا بهذا القسم شلون نطلع الفكره؟ اسمع يعني. هذا الجواب طبعا احنا كلنا عائله واحده. ومن نكتب الفكره كنا شنو نجمع ونكتب الفكره يعني. اوكي اسمع سالفه الرفض ويا علي البصراوي مال سكتشات. علي البصراوي بصراحه كتب لحد الان 100 حكايه الحق تنقال حكايه الحق تنقال. اي والله اكثر الناس اللي تكتب سكتشات بهذا البرنامج هو علي البصراوي. علي البصراوي خلال 26 حلقه كاتب 180 سكتش. صحيح كم واحد ولا واحد طلع. كمل. اي شنو مشكلتك بالسكتشات؟ اي والله اي يعني انت تعتقد انه هذا القسم يعني قسم واحد سؤال ثاني ممكن قاعدين هنا وانتوا ليه جبتوا هذا منو شغله؟ هاي تبطل كات كات هاي علي هاي تبطل لا ما تبطل كات. سؤال البدور
هواية يقولون بدور منين انت ومنين انت ومنين انت، مع العلم انه انت مخش من شمبينة من العراق بس تحبوني انتو اكيد صح؟ احنا على البصرة وما نحبه مع العلم هو ها قاعد اسف. عندي سؤال للكل عن وقفتكم قدام الكاميرا. انا واحد من الناس اول مرة يعني من وقفت قدام الكاميرا صار عندي سهال يعني انها رهبتها. شلون كانت تجربتكم انتو اول مرة مصطفى؟ هذه تجربتي عادية كلش عادية ومن ضمنها يعني هو اول ما وقفت قدام الكاميرا اختاروني انه اكون اساسي بالبرامج اللي يشتغلون بها الشركة. فدخلت ببرنامج وبعدها استمريت ويا البشير شو. ثائر انت؟ أنا قبل لا أجي بالبرنامج بالبشير شو كنت باليوتيوب يعني عادي كانت، بس من جيت للبشير شو يعني من صار الشغل شوية بروفيشنال أكثر أول حلقة خصوصا كل شيء شي خوف وارتباك واقفين الناس كانت هاي الحلقة الأولى مال شو اسمه وهسه لا سعد ثائر التوحش بشرفي وحش حبيبي. علاء شنو اول مره شوفوا اول مره يعني كنت بالبشر شو بس كاول تمثيل لي بالسكتشات كنا نسوي اللي في 14 بدايه 11 كنا نسوي سكتشات فطلعت مغلف من انا على اساس مال 11 كاف منا ومنا لحيه فطالع بس عيوني بس عيوني وانا اعرق يمنى يسرى اعرق اول اللي اطلع شو اسوي شارع اطلع مع الطياره اول سكتش قبل البشير شو يعني خير من اللي قد 30 مره انت ما ممثل قبل باي لا 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 راسه البشير بس اول مره طلعت منقب بس هيك عيوني. عندي سؤال، تعرفون يعني التمثيل بشكل عام يتطلب تطلع لابس فلان شيء تطلع لابس فلان شيء تطلع مسوي شعرك فلان شيء يعني حسب المشهد وتعرفون انه ليش ضحكت علاء؟ بين السؤال اللي علاء برأيك بس صارت الاسم هو يطلع ليه شنو كان احساسك من طلعت لابس حفاضة؟ شوف علي ابو قلت لك اول سكتش فاني بنهاية الموسم حفاضة كان صاعد عندك السلولي وانا اتذكر قاعدين ترج فيه طقع يعني كانت الدنيا باردة ثلج وانا اعرق 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 خايفة وحمرة وعلاء يقول يلا يلا عادي مشيها. انا ميتة خوف كنت بس بعدين لا مشت عدت. علي بصرا ومصطفى حكينا شلون مصطفى من احمد من يدخل كات شربكم كات نهاية موسم عندي 11600 يروحون 600 خايف. مصطفى انت احكي لي موقف لك ويا احمد البشير. انا ما خفت من كمل مصطفى من الكاميرا بس تصوير تصوير خلي يحكي الولد من يجي الدور اليك عدينا نسال غير واحد. طبعا شكرا للجميع كل اصدقاء واللي وقفوا وياي وما راح اذكر اسامي لان هواي. من ابوك ما سالنا مضطهد دوما الشغل سالنا بدور على الشغل مسالته يمكن بلي سالنا انا ما حد سالني لا تجربتها بالتمثيل اوكي انا ما حد سالني عن تجربتي ولا حد سالني اي شيء لحظه شباب قبل لا ارد ازرق كممثلين ايش قد شو اسمه اكو اصوات مو دا نصور شباب لا هذا مو انا اول 16 حلقه قال واقف ورا على السكتشات حتى انا ما سكت ما يصير يجي علي علي قبل لا نفركش احد يريد يحكي شيء عادي ترى شنو اللي بالكم زين بعد انا نعل على انه ما يصير هيك اعرف ما يصير شرفك كات بعدين لا خطيه خطيه يصير سني بشرف جدا اوكي بالحفظ بدور تعتقدين نعل على وتنمرون علي ما يحطون اسمي اخر سؤال تعتقد روحك انسان محبوب؟ كات البنايه احنا نشتغل بالبرنامج بصيغه عمل مثاليه تقريبا تعتبر بالنسبه للشركات بالعالم. احنا ماخذين الكونسبت مال جوجل ومطبقيه على ارض الواقع. هنا مصطفى وثائر يلعبون محابس. هنا عندنا قاعة الاجتماعات نجتمع بها دائما.
هنا أنا ثائر يقعد يخطط للسكتش الجاي، هنا ثائر يقعد بالنص، هو يحتاج 360 حتى يقدر يفتر، فهذه تقدر تعتبر الجو المثالي لأي موظف إنه يقدر يشتغل ويصير كرياتيف. فهنا ثائر يتمرن على السكتش قبل ما يمثله، هنا اللي يقعد على البرتقالية بالنص، هنا الوراء، هنا أنا هذا أيمن دا يمشي دا يطب للمكتب مثل ما تشوفون، أيمن يشيل جنطة دبلوماسية من يطب يومية، بقى يمشي سريع. بعدين عندنا هاي اوقف، هاي الجيتس، هاي ممنوع احد يطب للشركه اذا مو عنده باج. عندنا هذا سيستم عالي للحمايه الامنيه، هذا هنا الريسيرش روم، هذا هنا يقعدون الشباب علاء والريسيرش، ذاك اللي ورا مكان مصطفى الازرق تبريد مركزي ما يحتاج اقول لكم. هنا هذا هذا اللي مننا ثائر، اللي منناك هشام، هنا ثائر وهشام دي يتناقشون على قضيه مهمه، كيف نقدر نطلع الحلقه الجايه شكشك اكثر من اللي قبلها. هاي غرفة الاستراتيجيات، هنا نرسم الخطط السياسية في ما بعد داعش، فهذا أقعد هنا أنا وهنا يقعدون أرزلهم يجيبوا لي خطط يقولون ما ترجع طب غيرها ما أدري إيش، وهذا فهذا الميز الدائري. هنا هاي قاعة المؤتمرات الصحفية، يجون الصحفيين يقعدون هنا وهنا نسوي لقاءات وياهم، هذا عدم رمي عقاب السكائر، ما حيدخل عندنا بالمكتب نهائيا، فكله ندخن بالبرة، فمن دخن جوا لأن تعرفون غرفة البناية مثالية جدا للعمل. حمامات عندنا ايضا، يعني الموظف عندنا يقدر يغسل ويدخل الحمام براحته، بقى مطبخ ابو محمد هنا يشتغل، هاي بقى هنا نشتغل احنا، شوف ايضا هنا نرتاح شويه نغير جو، هاي بنايتنا، هاي بنايتنا، احنا نشتغل بهالبنايه. احنا هنا نصب علينا هسه. ليش؟ كل واحد يحكي شكو بالشركة. هاي البناء شنو يلعب؟ هاي ما شركة زين استاذ، اللي انت طموحاتك تسويها مثلها، وصار لك ساعة تقول للعالم انه انت معايشنا بهيجي جو بي او ما ادري شنو. هاي احنا عندنا عدي يا جماعة بس المعلومات، عدي كل السمين مقعد بغرفة متر بمتر، يعني مرات اذا ياكل شبس شوية يعني ما يطلع. كذب كذب ما يطلع. عندنا مثلا غرفة الكتابة، هسه كل واحد يحكي على القسم، يحكي على شكو بغرفة الكتابة. اي غرفة الكتابة يعني فتشي كلش طويل، يعني مساحات يعني بيها وتلقى درج بيها تدري، لان ما اول ما اشوف غرفة الكتابة مايلة. وهنا بس كان اكو هاي مال تهديف احمد موجودة ذيك. اي بالضبط جابوا لنا اياها بدون شو اسمه ما ادري. شوفوا يعني ما شاء الله والله بصراحة يعني كلش حلوة، بيها واهس يعني غريب، كتبنا بيها بس حلقتين بصراحة. هاي غرفة المونتاج وغرفة المحاسب، طبعا المحاسب حاطيه على طبلة، ما شو اسمه ما حاطيه له كرسي اصلا. هذا خطيه ترى، هو مو هيك يعني بدون سبب، هاي لان ماكو تبريد. وبعد شكو هناك عثمان همينه خطيه حاطيه مكان كلش صغير، وهاي الغرفة كليتها. بعد اكو قسم الريسيرش، هذا قسم الريسيرش احلى شيء بيه الشاشات، هو مكان طاق بس. هاي الميوز ترى تركيب زين وهيك وبطاله مي وكلش هوسه. هاي هي غرفه ريسيرش، هي مطبخ، هي ناكل بيها، هي نبدل بيها، هي اكو ناس تصلي بيها ويتوضون بيها. اغلى شيء عندنا الشاشات. هذا مكتب عمر، ما بيه تبريد، فعمر ما يبدل. اريد اوجه كلمه للشركه هاي، بخت والله، بخت الله، ان شاء الله يحفظ لكم اياها، ان شاء الله يا رب تتونسون بيها. سؤال مهني، انت حمزه لو الحمزه؟ الحمزه. الحمزه ال والله عمي، بس سؤال، شو ماكو مايكات؟ وهذا المايك يمكن هذا عدي بالصوت، وهذا فوق مايك. اي تعتقد عدي دائما احب هاي التسميات اضوجه بيها، يعني ابو الصوت، لان هو مو ابو صوت، لان هو مو ابو صوت. ايه. هو ابو كل شيء. ابو شنو بالذات؟ ابو كل شيء يعني. زين انا يعني ما عندي اي مشكله وياك ولا فد يوم ضوجتني بشيء، ليش الكل يشتكي منك؟ والله ما يستقبلون شقه. شنو شقاك يعني شنو؟ يعني مرات شقه واحد يشقه يضوج تكمل اثناء التصوير بعد يفترون هيك. اي عادي عادي، ليش هيك يحاولون؟ هاي مرات من نحكي هيك يضوجون يوم بدنا نصور، ليش يحاولون يسرقون اضواء الشهره منك؟ يحبون ظهور، يحبون ظهور، يحبون ظهور. هاي بس ما له شيء. بتلاحظ عداء النجاح هواي بهذه الفتره حاليا كلش منتشرين. اي منتشرين دائما دايرنا تصوير، هاي لان يحبون شويه اعداء النجاح. اسم ما انت ملاحظ؟ احنا بدنا نحكي عن جهودك بالعمل. إيه. يعني انت ايش قد واقف منهم؟ ايش قد؟ ابانهم مضبوط. يلا يلا تعال تعال عادي. يلا ايمن سيارتي سيارتي. اصبر اصبر. احمد عنده تصوير؟
اي احكي لي شو تسوي بالمكتب. والله انا كانتاج انه الحلقات وشغلات انه اشتريها كانتاج وضمن المكتب انه انتاج شغلات نشتريها على كل اني. اغرب شغله طلبها منك احمد البشير تتعلق بالحلقه؟ احيانا شغلات طبعا هي للغرض يطلبها قبل مرة ساعه ساعه يعني الغرض الجوال الجوال كله تطلع ذني يطلبها مرات قبل ساعه او مره دا يروح للسيما يتذكر شغله يقول اريد هذه. اغرب شيء طلب الحمار مال وجه عباس بانه افتريت محلات كلها ما عاد من هذا الحمار. يعني الحمار هذا نادر هذا لا وجبناه كان بشغلات شلناها اللي عدى الناس. زين سؤال بوحده من الحلقات طلعت اثناء البروكس من دا طلع احمد الغراض طلعت برا ايش قلت له المحل من طب بيضه تشتريها؟ والله قلت له اريد وحده. قال انا عندي سيت. شنو عندي اريد وحده؟ لا يعني اريد قطعه وحده. قال انا عندي ابيع كان سيتات. قال اريد سيت كان وياي حريز. قال احنا عندنا تصوير هاي اخيس وحده واتعب وحتى لو ملبوس نجيب لنا اياها. ابو محمد ابو محمد هنا الكل بالكل. لا ما ابو محمد كان الله وكلكم احنا خايسين. ابو محمد هنا هو الساتر علينا. شلونك عمو؟ الله يخليك استاذ زيمان. احكيك لا راكله بالمصري. لا احكي باي لهجه؟ انجليزي. انجليزي احكي. وات از يور فافورت كلر؟ نوز از بيك انجليش. ليش عرقان وما شو خجلان من الكاميرا؟ اي والله اي والله انا اول مره اقف قدام كاميرا وبصراحه يعني. احكي لي شلون تجربتك بالشغل هنا انا ويا كادر برنامج البشير شو يعني ويا كادر برنامج البشير شو والشباب وعلاقتك؟ والله يعني جت الحقيقه كل الكادر يعني كادر بصراحه الله وكيلك يعني طبعا على راسهم الاعلام الكبير الاستاذ احمد والاستاذ عمر وطبعا الاستاذ علاء الاستاذ ايمن ابو طبعا خلاص شباب معودين يا معودين بانجليزي ما بعرف انجليزي انجليزي اي كلمه لا 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 مش اي كلمه مش هقدر اقول هاك يو ايمن لا مو عليه me and my guys too groovy and we still get grungy dreadlocks little oozy لانه احيانا بعض الاعلاميين لما نضم وجوههم الحقيقيه احسن ما تكشفها للناس صح اوقف بعد ما كملت الجواب لانه لما تطلع وجوههم الحقيقيه راح يطلع هذا شو بيك ويا الحشد حاط نقرك من نقر الحشد وانت شنو محاميه مال الحشد انت انا عراقيه والعداني سبه لي اي وانا شفته اريد اوصفها بلعنه سليماني اليوم الكل يتحدث عن عبقريه هذا الرجل اليوم اللي ختم حياه العراقيين العسكريه سواء بتحرير الانبار صلاح الدين الموصل تل عفر حويجه اي منطقه وجد بها هذا الرجل لا تتبني موضوع الحشد الاعلاميه تطرحين السؤال وبس لا احنا نجاوب لانه هاي اسمعي اول مره نسبه الجريمه في بغداد لحظه يعني هم السنه ما عندكم انتوا عصابات سنة القد كلكم مواطنين ليش هو منو داعش مو بغداد محافظة بغداد مو منو اللي ضابط ارتباط انت ويا الحشيد ولا سحر والله تشرف جدا وداعش اسوأ يا اخي بهذا البرنامج انا ما اسمح لك اسمعيني اسمع سحر لماذا يغدرون بالحشد الشعبي على التفرع هالمرة يلا واي ابتزاز يتعرض لها المواطن من قبل بعض الميليشيات الموجوده من قبل ميليشيات خارجه عن القانون تحت مسمى الحشد الشعبي. احنا قلنا ان هناك جرائم لداعش وجرائم داعش يعني ترقى الى يعني الى جرائم حرب وطأة من جرائم الميليشيات لحق المحافظه. نعم العراق اليوم تحول يعني الى ولايه خمينيه العراق. من يسمح اليوم لقاسم سليماني بان يصرح بهذه التصريحات وان يدخل بغداد ويخرج منها بهذه السهوله والسلاسه؟ شرطه دياله بالتعاون مع الميليشيات تعذب يعني السجناء حتى الموت، هل هي محاولة لتصفية مكون معين أم أن هنالك يعني أسباب أخرى؟ ميليشيات موجودة في داخل المحافظة، إخراجهم من المحافظة، تنظيف المحافظة من هؤلاء المجرمين؟ نعم، حقيقة كنا نفتخر لما تحررت المحافظة من داعش قبل أشهر لكن جاءت بميليشيات نعم جاءت بميليشيات تحررت من داعش وأتت بميليشيات. من ضمن كلامك تحدثت عن نصر سيادة النائب نصر حقق على يد الحشد الشعبي وعلى يد العشائر. أي نصر تتحدث فيه وهذا وضع المحافظة؟ لماذا يغدرون بالحشد الشعبي؟ فاحنا نحب نضم الوجوه
me and my guys too groovy. I mean still get grungy, dreadlocks still oozy. انت تتفرج على نيكي ميناج لو تسمع نيكي ميناج شربت شيء ابيض خليل ولو انا اجيتك بوقت غير مناسب بس تعرف انتو قلتوا لي سوي لقاءات ويا الكادر حتى حاليا احمد البشير من اقدم العاملين بهذا البرنامج طبعا صديق رائع وزميل طبعا تحياتي لك نجم اخويا عزيز طبعا ان شاء الله يحمل السلام احمد يعني اسال شلون ما ينطفي ماكو الباسورد 25 احمد بلا زحمه عندنا شغل عندنا شغل اوف اوف لازم تطلع تعال ماذا تدل هذه التي تبعها تدل على وقتك راح يخلص هاي الوقت اللي اسوي بس هذا عندك وقت يعني ما عندك مجال انا ما عندي مجال عندي بزنس بعد مشاهير زين ولا اقول لك تحياتي شنو يعني لكم لما شنو يعني لكم لما احمد البشير يدعي انه هو ما ياخذ فلوس من السياسيين بينما هو الكلينس مالته فلوس تخيلوا هذا الانسان يمسح خشمه بفلوس ونور المالك يمسح خشمه بيده ممنون 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 يا نجم كبير والله تحياتي لك عد حياتي لك يلا سوي 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 يما احمد انت ليش ما تجي للشغل شنو ما اجي للشغل ليش ما تجي للشركه انا دائما التواجد بالمكتب معلوماتك خاطئه هاي مال شو اسمه حطوه بالمونتاج هذا الباز مال شو اسمه لا لا مو حط لي هاي البلاك إيه يعني احنا لحظه 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 انا ما داوم لان عندي هوايه فلوس تمام بقى احط لنا عار عليك زين يعني كذب عموما ليش ما تجي للمكتب يعني احنا اثناء كتابه الحلقه كلش ننضغط بالوقت ونضوج واحمد يقعد يلعب بالسكسوكته وينزل هاي ويقرط بيها ويقول احنا من الاسبوع لازم نبدي اسبوع جديد انا تورطت ورطه بجيم اوف ثرونز اتذكر بعدين وراها تورطت بفايكنجز اسمع تعرف راندر راندر خلصت عادي براحتك خلصت لا 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 نحكي جديات شوف يعني هسه انت صح انه انت تقول ما اجي اواني اقول هو انا دا احكي الحقيقه ما يجي لا سبت ولا احد اغلب الاحداث السياسيه بالعراق تصير يوم الثلاثاء يا اما جلسه برلمان يا اما مؤتمر صحفي مال عبادي يا اما قضايا مهمه دائما السبت والاحد والاثنين تبلش المشاكل او القضايا اللي موجوده بالبلد تبي تتصعد شويه شويه الثلاثاء تبي تاخذ شكل عندك انت تعرف هذا الاسبوع قفل على شنو شنو اهم حدث يصير وتعرف انت ويانا اخو وتعرف انه غالبا بنهايه الاسبوع يوم الخميس قبل التصوير بخمس دقائق يصير حدث مهم ولازم نخليه طلع بالتليفون عسيت فبدون اي بدون اي تحضير مرات نضطر انه نخليها لانه لازم نبقى ابديتد فحتى المشاهد لما يشوف الحلقه يوم الجمعه وبيحدث صار البارحه الخميس راح ينصدم يقولون شلون لحقوا فهاي جزء مهم جدا انه يصير عندنا نكون ابديتد للناس خاصه انه اغلب الناس شفنا على مود تعرف احداث الاسبوع وشنو اللي صار بهذا الاسبوع فلازم تعطيهم تحاول تعطيهم باكج الاسبوع بصوره متكامله فلهذا سبت الاحد انا ينام اثنين اتفرج مسلسلات والثلاثاء بلش اشتغل زين التليفون ممكن سايلنت يعني التواصل ويا الناس مهم جدا انت ما بدك تتواصل يا احد انت بس شو اسمه يعني والله تواصل مهم ويا الناس وين علي ما تتواصل ليش جماعتي اللي بالعراق اصدقائي الشباب تعرف كلها تستخدم الفايبر فاقعد تخابر هسه بالجديد مقطوع بس ابشرك يعني هم بعدهم دي يسوون هاي السالفه مال اي بعدهم زين بس مهمه المشكله جماعتك يعني اصدقائك ليش هو ممكن يكون اكو صديق هالقد يدز لك رسائل على الفايبر ايش يدز لك بين سلام بين فشار ايه احكي لي لما يعني انه تجي ويتش الاحداث تصير بسرعه بسرعه واشياء نكون مثلا احنا محضرين الحلقه بفلان سيستم وتجي اشياء ابديت جديده انت تحس بضغوطات اكثر لما انت تدري كم حلقه حضرناها وما طلعت طبعا اكيد انا اعرف 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 وانت تقول ان لازم نتحمل شباب احمد تسمح لي شنو شعورك وانت تعرف وتسمع من التلفزيون ومن الفيسبوك وكذا انه احنا مستلمين 4 ملايين دولار وانت ما واخذ من هذا الشيء لحد الان اتمنى لكم التوفيق يعني حبيبي رحم الله والديك يعني ما الفلوس مو كل شيء لا لا فلوس كل شيء بصراحه 4 ملايين كل شيء ونص بس 4 ملايين وين ممكن نضمها ذا عندك الو حبيبي هلا اخوي شلونك يا جماعه اسمعني
الله يخليك الحمد لله. انت شلونك؟ والله اليسد يسلم والله. زين شلون قاعد يشتغل 3 جي ام؟ شلون يشتغل فايبر؟ والله بعد شلوني شلون يعني مثل شلون الاولى الحمد لله. الحمد لله والله ماشي ماشي الحمد لله. واضح انه هردن هي المكالمه صح؟ نعم. ها حبيبي؟ انت فاتح سبيكر؟ ها لا لا اي بس جن... الو شلون يعرف؟ الو لا لا سمعتك اجابه عش اخبارك وحد وشلونك وحد لو بس شلون اذا انت اذا يعني يا ريت تبي تسال على اخبارك لا انت كان اللي يسال رجع الو افتح لك الله يسلمك ايمن خلص انهي اللقاء هذا ما راح يخلص اليوم اه والله الو حبيبي وهكذا رأينا وإياكم كيف يتم إنتاج حلقة من البشير شو إكس من أمام مكتب البشير شو إكس لبرنامج البشير شو إكس أيمن حميد الذي يعمل في البشير شو إكس. آخر شيء أريد أقوله كلمتين بس نهاية هذا الموسم أو البرنامج بصورة عامة ربما فقط كلمتين الأمل يصنع ما ينتظر. تسمع على خير. شكرا 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 يلا حلقة أخيرة بس لا على هاي الشيله الاخيره برضه يضبطك حبيبي حبيبي شوفكم ان شاء الله المره الجايه باي 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 باي.